عسلامة، مرحبا بكم مرة أخرى مع سبورة بونات. نرجوكم من جديد مع درس جديد من دروس مادة القراءة، ودرسنا اليوم هو الوضعية الإدماجية. عدد يعني الدرس هو وضعية إدماجية، ولكن رقمه هو 54 في الكتاب المدرسي للسنة الرابعة. إذن كما تعرفوا، وضعية إدماجية يعني فيها تواصل شفوي، فيها إنتاج، فيها نص مع أسئلة. هذا بالضبط اللي باش نتعرضوا له توا في درسنا هذا. إذن نبدأ بالسؤال الأول. يقول: أتأمل المشهدين ثم أعبر عنهما بإنجاز الاستفهام. إذن وأعبر عنهما بإنجاز الاستفهام، يعني أن أطرح أسئلة ثم أجيب عنها. ما الذي حدث؟ لماذا قبل هذا خلينا نتأمل مع بعضنا المشهدين. أحدهم يبدو أنه يتألم وهو مستلق على الفراش، هذا المشهد الأول. المشهد الثاني، أحدهم أو ذاك الشخص في الصورة الأولى هو نفسه يتحدث مع، يبدو أن مع طبيب. إذن ما هي مجموعة الأسئلة التي يمكن طرحها هنا ثم سنجيب عنها شفاهيا؟ عمن نتحدث، أو من الشخصية الرئيسية في هذين المشهدين؟ هذا السؤال الأول. ما الذي حدث بالضبط؟ سؤال ثاني، فلنقل ما هو الحوار الذي دار بينه وبين الطبيب، وبما أوصاه الطبيب. يعني هذه مجموعة من الأسئلة فسنعبر عنها شفاهيا. هنا أتواصل شفاهيا، هل هذا واضح؟ فلنقل أفاق، فلنخترع اسما، أفاق وسام. لا أعرف إن كان الاسم مناسب. أفاق وسام ذات يوم وهو يئن أنينا ويتضور ألما. كان وجهه شاحبا، عليه صفرة تميل إلى البياض. هنا سنصف حالته، نحن نتحدث عن المشهد الأول. علينا أن نبدع قليلا في الوصف. قلنا أفاق وسام ذات يوم وهو يئن في فراشه، كان وجهه شاحبا، عليه صفرة تميل إلى البياض، وكان في عينيه بريق الحمى. فلنقول هذا، وقد أحاطت بهما، أي عيناه، دائرتان زرقاوان. سنتحدث عن التنفس، كان يتنفس بإجهاد. ولنقول كان حلقه جافا أيضا ويشعر بالمرارة، أو فمه مر كأغصان الدفلة. هل جربتموها، أغصان الدفلة؟ حقا لا تفعلوا ذلك، إن تلك المرارة يا إلهي. حسنا، فلنقول كان يهذي من شدة الحمى مثلا. صفوا ما شئتم، تمعنوا جيدا وتعمقوا في وصف حالة المريض. حسنا، فلنقول سنربط بجملة بين هذين المشهدين. فلنقول لم يقبل بقاء على حاله تلك، فتحامل على نفسه، أي أجبر نفسه على أجبر نفسه على الوقوف وفي تلك الحالة، ويمشي ببطء ويتحرك ببطء، يعني يتحامل على نفسه، أي تعسف على نفسه في فعل شيء. ماذا قلت أنا؟ قلت لم يقبل بقاء على حاله تلك، فتحامل على نفسه وتوجه نحو عيادة الطبيب. أين وصف له حالته؟ أي هذا المريض وسام وصف للطبيب حالته، ف
فأشار عليه هذا الأخير يعني الطبيب بالأدوية المناسبة، وطلب منه ملازمة الفراش وعدم إعياء نفسه وأخذ قسط من الراحة حتى يتماثل إلى الشفاء. فقرة جميلة، مشهدين كونا جملا، وصفنا تحدثنا بإطناب. إذن هذه فقرة جميلة. سننتقل إلى الجزء الثاني وهو التعامل مع النص. السؤال يقول: أقرأ النص الآتي. حسنا، لدينا نص الآن، لن نخترع شيئا من عندنا، سنقرأه ثم ننتقل إلى الإجابة عن أسئلته المصاحبة. إذن انتبهوا. فتح باب العيادة فدلف إليها رجل طويل القامة وقد بدا عليه الأعياء. تطلع إليه الطبيب يسأله ما به، فأجابه الرجل وهو يتهالك على أحد المقاعد: إنني في أسوأ حال يا دكتور، فأنا أعاني من أرق دائم، ومع ذلك لا أنفك أحلم بأنني أهوي من فراشي. دق الطبيب بمؤخرة قلمه على مكتبه ثم قال: أنت لا تنام ومع ذلك تخيل نفسك أنك تحلم، يا للغرابة، أتراك تدخن؟ فأجاب المريض بالنفي ثم أردف: ومع ذلك فأنا أحيا حياة معتدلة لا شيء يكدرها، وآوي إلى مخدعي مبكرا وإن كنت لا أنام. قال له الطبيب: اكشف عن صدرك. راح الطبيب يتنقل بسماعته على صدر المريض ثم ألقى به جانبا وقال: الواقع أنني لا أجد بجسمك علة يا سيدي، أنصحك أن تخرج من عزلتك وأن تكثر من التنزه وأن تتردد على المسارح. ألم تسمع بالممثل الذي يعرض مسرحيته الهزلية هذه الأيام بالمسرح البلدي؟ لقد قيل أن المتفرجين يقفزون من مقاعدهم من جراء الضحك الذي يثيره فيهم، فاذهب لتشاهد ذاك الفنان. حدق المريض في الطبيب متحسرا: ولكني أنا ذلك الممثل نفسه. حقا؟ سنعيد القراءة مرة أخرى. فتح باب العيادة فدلف إليها رجل طويل القامة وقد بدا عليه الإعياء. تطلع إليه الطبيب يسأله ما به، فأجابه الرجل وهو يتهالك على أحد المقاعد: إنني في أسوأ حال يا دكتور، فأنا أعاني من أرق دائم، ومع ذلك لا أنفك أحلم بأنني أهوي من فراشي. دق الطبيب بمؤخرة قلمه على مكتبه ثم قال: أنت لا تنام ومع ذلك تخيل نفسك أنك تحلم، يا للغرابة، أتراك تدخن؟ فأجاب المريض بالنفي ثم أردف: ومع هذا فأنا أحيا حياة معتدلة لا شيء يكدرها، وآوي إلى مخدعي مبكرا وإن كنت لا أنام. قال له الطبيب: اكشف عن صدرك. راح الطبيب يتنقل بسماعته على صدر المريض ثم ألقى به جانبا وقال بها عفوا ألقى بها جانبا هنا خطأ مطبعي ألقى بالسماعة بها ألقى بها جانبا وقال: الواقع أنني لا أجد بجسمك علة يا سيدي، أنصحك بأن تخرج من عزلتك وأن تكثر من التنزه وأن تتردد على المسارح. ألم تسمع بالممثل الذي يعرض مسرحيته الهزلية هذه الأيام بالمسرح البلدي؟
لقد قيل أن المتفرجين يقفزون من مقاعدهم من جراء الضحك الذي يثيره فيهم، فاذهب لتشاهد ذلك الفنان. حدق المريض في الطبيب متحسرا، ولكني أنا ذلك الممثل نفسه. حقا هذا غريب، ممثل يبعث الضحك والفرحة في نفوس المتفرجين وهو يعاني الأرق ولا ينام أبدا. حالة نفسية غريبة حقا. إذن هذا النص لقد قرأناه، سنمر إلى أو سنعود مرة أخرى إلى التواصل الشفوي، ويقول هنا: أعيد التعبير عن المشهدين في ضوء ما ورد بالنص. إذن نحن عبرنا عن هذين المشهدين سابقا، واخترنا شخصية سالم. نحن لا نعرف من الشخصية الواردة في النص من أصله. إذن الآن لما بتنا نعرف هذه الشخصية، علينا أن نعيد التعبير عن هذين المشهدين مرة أخرى، ولكن انطلاقا مما جاء في النص. لا بأس، هذه المرة سنكتب. أي الأقلام جيد هذه المرة؟ حسنا، سنجرب هذا، ولا أرجو أن يكون حقا بخير. حسنا، لا بأس بذلك. إذن الشخصية الرئيسية في هذا النص هي ممثل هزلي، هل هذا واضح؟ سننطلق من هذه الحقيقة فنقول: بعد قضاء ليلة على الركح بين بين الجماهير، عفوا، فهو ممثل. نعم، بعد قضاء ليلة على الركح بين المشاهير، على الركح بين المشاهير، عفوا ليس المشاهير، الجماهير. الجماهير المتفرجة. الفنان هو مشهور، اختلط علي الأمر. بين الجماهير داخل المسرح البلدي. نعم، لقد قيل في النص أنه يعرض مسرحياته في المسرح البلدي، داخل المسرح البلدي. ونقول: بعد قضاء ليلة على الركح بين الجماهير داخل المسرح البلدي وعرض مسرحيته الهزلية، وعرض مسرحيته الهزلية، فلنصف قليلا المسرحية، التي أثارت الضحك في صفوف المتفرجين، التي أثارت الضحك في صفوف المتفرجين. تدا، فسنبدأ الآن في وصف المشهد الأول، هذا كله تقديم. أفاق الممثل على غير عادته وهو يئن. حسنا، أفاق الممثل على، فلنقل ليس على غير عادته، فهو في العادة لا ينام، هذا ما قاله في النص. ماذا سنقول؟ أفاق الممثل فجأة، فجأة، فجأة وهو يئن. مثلا وهو يئن سنصفه: كان وجهه شاحبا عليه صفرة أصفر يعني، ولكن ذلك اللون غريب، أصفر يميل إلى البياض،
هذا دليل على الشحوب حقا، شاحبا عليه صفرة تميل إلى البياض. كان وجهه صفرة تميل إلى البياض. وصفنا الوجه، سنصف العينين الآن. وكان في عينيه بريق الحمى، أو فالنمح كان يقول يشع من عينيه بريق الحمى. حسنا، المريض لا يشع من عينه شيء، سنكتفي بكان. كان في عينيه، عينيه بريق الحمى. حسنا، لن نتفلسف كثيرا. بريق الحمى، وأحاطت بهما. هنا نتحدث عن العينين، دائرتان زرقاوان، دائرتان زرقاوان. كان يتنفس بإجهاد. نعم، كان يتنفس بإجهاد. وحلقه جافا كالورق، جاف كالورق. ماذا أيضا؟ وفمه مر، سنستعمل ذلك. نعم، وفمه مر كأوراق الدفلة، فمه مر كأوراق الدفلة أو كأغصان الدفلة. هنا فلنكتفي إلى بهذا الحد من الوصف للمشهد الأول. فلنربط جملة ربط، فلنقول لم يأبى البقاء على حاله، أو طال به الأمر، طال به الأمر فقرر التوجه إلى أقرب عيادة. وتحامل على نفسه وخرج من المنزل. منزلي وهو يتعثر، لا يقوى على المشي باستقامة. فلنقل عند الطبيب وصف له حالته. هنا وصل عند الطبيب، عند الطبيب وصف هذا الممثل حالته، عند الطبيب وصف له حالته لتجنب التكرار. فأشار إليه، أشار إليه الطبيب بالأدوية المناسبة. وأوصاه بالراحة. حسنا، هكذا نكون قد عبرنا بشكل جيد جدا على هذين المشهدين. حسنا، السؤال الموالي يقول أجيب عن الأسئلة الآتية بالرجوع إلى النص. سنجيب الآن عن الأسئلة. في النص أزمة استعصى حلها، فيما تتمثل هذه الأزمة؟ عن أي أزمة يتحدث هنا؟
مثلا الأزمة هو أن هذا المريض لا يعاني حقا ألما أو علة في جسمه ولا يعاني شائبة، ولكنه يشكو من الأرق وحالته يصعب تجاوزها لأنها نفسية. ومما صعب الأمر أن أسباب هذه الحالة مجهولة، لأن هذا الممثل اعترف أنه يحيي حياة معتدلة لا شيء يعكرها ولا يدخن أيضا، وهو أيضا ذاك الممثل المشهور الذي ذاع صيته بين المسارح، الجميع يعرفه، وتبين في الأخير أنه يشكو أمورا نفسية. كل ذاك الضحك الذي يبعثه في نفوس المتفرجين، ذاك الانشراح، وهو يعاني الأرق، هذا غريب، هذه أزمة غريبة يعني. إذن سنكتب: تتمثل هذه الأزمة في كون المريض لا يشكو علة. لا يشكو علة في جسمه، بل يشكو أرقا وحالة، يصعب تجاوزها. فلنقل رغم أنه أو فلنغير ومما زاد هذه الأزمة حدة، أن أسبابها مجهولة، فالممثل يحيا حياة معتدلة ولا يدخن. ملاحظة صغيرة وقلتها قبلا وأعيدها لا بأس. قلت أن ما أقوله في هذا الفيديو ليس بالضرورة ما ستجدونه حرفيا في وثيقة الدرس. أنا أغير، هل هذا واضح؟ أغير حتى أسمح لكم أو أعطيكم الخيار، أكثر خيار بين الجمل وتركيب المستعملة. إذن إن لم تجدوا ما كتبته الآن في وثيقة الدرس فليس هذا عيبا أو خطأ، كلاهما صحيح، وأنا أعطي الخيارات لكم، اختاروا من بين هذه الإجابة أو تلك لا بأس. إذن إلى السؤال الموالي، يقول: أرتب الأعمال التي قام بها الطبيب لحل هذه الأزمة حسب تعاقبها في الزمن. فحص المريض بالسماعة وتشخيص العلة، التحامر والسؤال عن الحالة، تقديم نصائح عملية. إذن أي هذه الأعمال جاءت الأولى؟ أولا ببساطة التحاور، ثم فحص الطبيب، ثم تقديم النصائح. ببساطة أحدد بداية الحكاية ووسطها. هذه حكاية، النص هو عبارة عن حكاية. إذن بداية الحكاية من أين بدأت؟ تلك الجملة الأولى، هذه في النص: فتح باب العيادة ودلف إليها رجل طويل القامة وقد بدا عليه الإعياء. إلى هنا. ثم تفاصيل الحكاية،
تطلع إليه، ثم يبدأ الحوار فيما بعد، ثم التشخيص، ثم أعمال الطبيب. هذا كله وسط الحكاية. إلى أين بقيت النص؟ لا أعرف أين ذهبت حقا، سأبحث عنها. ها هي. إذن راح الطبيب يفحصه، ثم في الأخير النهاية، أين ستكون النهاية؟ هنا هذه الجملة الأخيرة. إذن سنكتب هذا، بداية النص، سنحدد البدايات ثم النهايات فقط، لن نكتب كل تلك الفقرة ولا كل النص. البداية، أو فلنقول بداية الحكاية، بداية الحكاية هنا من فتح، ماذا يقول في النص؟ فتح الباب، من فتح الباب إلى يبدو عليه الإعياء، أو تهالك إلى النص، أنسى دائما هنا، وقد بدا عليه الإعياء. نعم، بدا عليه الإعياء. إذن وسط الحكاية الآن. من تطلع إليه الطبيب، إلى، قلنا أين الجزء الأخير من النص، إلى لتشاهد ذلك الفنان. لتشاهد ذلك الفنان، هل هذا واضح؟ إذن نهاية الحكاية الآن. نهاية الحكاية، من حدق إلى الفنان نفسه، هل هذا واضح؟ إذن إلى بقية الأسئلة. يقول السؤال الموالي: ما هو موقف الطبيب يا ترى بعد أن عرفه المريض بنفسه؟ ماذا يمكن أن يكون موقف الطبيب؟ هنا لم يتم ذكر هذا في النص طبعا، فلنقول لقد استغرب الطبيب، أو شعر بالإحباط لأنه لم يكن يعرف أن ذاك الفنان شخصيا، لم يكن يعرفه هو أصلا شخصيا، يعني سمع عنه فقط، و احتار في أمر هذا الرجل. كيف لشخص يزرع الابتسامة حيث يحل أن يكون هو نفسه هذا المريض غريب الشكل وغريب الحالة؟ إذن فنكون هذا في جملة: لما عرفه المريض بنفسه، لما عرفه المريض بنفسه شعر الطبيب بالحيرة والإحباط في نفس الوقت، بالحيرة والإحباط، لأنه أول حاجة لأنه لم يكن يعرف الممثل شخصيا، سمع فقط عنه، بل بلغه صيته، يعني أنه مشهور، واحتار كيف لشخص يزرع الابتسامة أينما حل، الابتسامة أينما حل، أن يكون
ذا حالة مستعصية. ببساطة يمكنكم أن تجيبوا كما شئتم، المهم أن تلتزموا بهذا الموقف. إذا ننتقل الآن وبسرعة نقول هذا. حسنا، يبدو أننا سنكتفي بهذا القدر. نعم، فلنكتفي بهذا القدر من هذه الأسئلة، سنعود بعد قليل للإجابة عن البقية. إذن انتظروني في الجزء الثاني.